السابع من أحكام أفعال الصلاة المحرم، قال فيه: وهو مبطل، أي هو ما يفعل فيها مما يبطلها. ومثله رحمه الله قال: كالعمل الكثير من غير جنسها، كالعمل الكثير من غير جنسها. ومثاله أن يخرج مثلا كتابا يقرأه في صلاته، أو يعبث بجواله فيرد على مكالمة أو يرسل رسالة، هذا عمل كثير خارج عن الصلاة وهو مبطل لها.